شكرا. جاوب. شكرا. تفضل. شكرا. تفضل. القطعونيش. تفضل يا أخي تفضل. شكرا. تفضل. هناك اثنين عمر في التاريخ، مو واحد. عمر بن الخطاب اثنين. واحد حقيقي وواحد وهمي. واحد حقيقي قبل أن يصير خليفة. قبل أن يصير خليفة. حتى سعد قيس بن سعد بن عبادة يقول له والله لو مسست، يتكلم على أبوه، ما رجعت إلى فيك واضحة. يعني يقول له نضربك، تعرف شنو نضربك؟ يريد يضربه. أنا بس جاوبني على السؤال، جاوبني على السؤال. لماذا؟ شكرا شكرا شكرا. وأنا عشت 30 سنة أعتقد في عمر الوهمي، ويوم من الأيام اكشف لي رب العالمين عمر الحقيقي وعمر الوهمي، لقيت تاريخنا مليان بالثغرات. فأنا الآن يعني وضفت نفسي للبحث في التاريخ حتى أبين بالاحتمالات. انت شو موقفك انت الان حديثك لما تشهر في انحرافات عمر وتقول انه كان في عمر وهمي، شو يعني تقصد؟ يعني احنا ما نفهم اللغه العربيه ولا ايش؟ يا وهمي عمر المذكور في روايه المدح وهمي. مظبوط. يعني صحيح. اذا عمر الحقيقي حسب رايك هو العمر اللي طيب واضح السيء اللي انت ترفضه، فانا بس حبيت نعرف هل يوجد عمر شو اللي تزوج ام كلثوم، عمر الوهمي ولا عمر الحقيقي يا فضيلة الشيخ العلامة عبد الباسط؟ ابغى افهم بس اللي تزوج الان بنت علي بن ابي طالب رضي الله عنه كما ذكر الشيخ قبل شيء عند الكليني وغيره، هل هو عمر الوهمي ام عمر الحقيقي؟ لان الحين في اثنين عمر، فمشكلة. أنا بصراحة يا شيخ كما منع معاوية ذكر فضائل علي، أنت الآن تمنعني، أنت تمشي على خط معاوية يا أستاذ هاشمي. أنا فضائل علي تمنعني أن أذكر الحق الهاشمي. أوكي أوكي فضائل الإمام علي إحنا جايينها. أتبع كتابة التراث، لأن كتابة التاريخ بالطريقة التي يعرضها الحنيني والعريفي هي نفسها طريقة الزعماء العرب الذين ينتقدونهم. طيب يا عبد الباقي يا عبد الباقي يا عبد الباقي حتى لا حتى انت والحنيني والعرفي احرار، لكن السؤال النهائي ما اللي ذكرها من الشيخ حسن علي بسرعه على في عندك منهج البلاغه. عبد الباقي يا صاحب الفضيله والسماحه اسمع مني بس، اعتبرني من كل من نهج البلاغه من نهج البلاغه اسمع ايش يقول علي رضي الله تعالى عنه. طبعا علي يتكلم ترى عن عمر الحقيقي أو عمر الوهمي، ما أدري أنت عاد أعرف يمكن بهذا. يقول علي رضي الله تعالى عنه لعمر لما أراد أن يخرج لقتال فارس، قال إن هذا الأمر لم يكن نصره ولا خذلانه بكثرة ولا قلة، وهو دين الله تعالى، هذا قرأناها ثلاث مرات اليوم الرابعة، وهو دين الله تعالى الذي أظهره، فإنك إن شخصت من هذه الأرض، يكلم الخليفة خايف عليه، مع أن عمر لما وصل إلى صرار اللي هي عن المدينة 3 أميال 5 كيلو، قال يا علي أنت الخليفة من بعدي في المدينة، وعلي قاعد يمسك يقول لا تروح. يقول فإنك إن شخصت من هذه الأرض انقضت عليك من أطرافها وأقطارها حتى يكون ما تدع وراءك من العورات أهم إليك مما بين يديك إن الأعاجم أن ينظروا إليك غدا يقولوا هذا أصل العرب، فإذا قطعتموه استرحتم، فيكون ذلك أشد لكلبهم وطمعهم فيك، فأما ما ذكرت من مسير القوم إلى قتال المسلمين إلى آخر كلامه. وأنا أتعجب حقيقة، يعني الآن الدكتور الهاشمي يسألك سؤال وتجاوب سؤال ثاني، مثل أحد المتصلين اللي أيضا وسع صدورنا قبل أمس مثل ما فعلت أنت اليوم، لما كنا نسأله نقول له طيب مسلم عمر مسلم أم لا، فيقول غائط الأنبياء وبولهم لا تشربه الأرض. طيب إيش دخل، إيش جاب هذا لهذا؟ نحن نقول لك الآن سؤال معين سألتك، قلت لك الذي تزوج أم كلثوم بنت علي رضي الله تعالى عنه هل هو عمر الحقيقي أم الوهمي؟ وكذلك الذي قال له علي رضي الله عنه في نهج البلاغة هذا الكلام. بالمناسبة آسف نسيت أعطيك الجزء والصفحة، لأنك أنت طالب علم وحريص دائما على الجزء والصفحة ولا تتكلم إلا بمراجع، فحتى يعني تكون معي. نهج البلاغة صفحة 257 258 شرح محمد عبده، دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت. يمكن عندك نسخة. طيب أوكي الشيخ العريف اسمعني، بدينا مع الأخ عبد الباقي قبل الآن أكثر من نص ساعة. أيوة. يبدو لي أنه عند الحق بفضلي تليفونين أكملهم، والأخ عبد الباقي إن شاء الله نسمع منه في بقية السهرات. أنت قلت كثير من النقاط والمسلمين يفكروا فيها ويبحثوها، أنا فقط أقول لك يا عبد الباقي بس نصيحة لي وليك، الكراهية دي ما تنفع، ولما تكره يعني جبل شامخ وتبحث في عوراته بما لا يقنع مشكلة صعب، لكن على كل حال قد يكون يعني أنت حر في رأيك، ما نقدر أنا أجبرك ولا أنت تجبرني، كل واحد يقول رأيه، إحنا في الحوار الصريح، فلذلك ما تعتبرها معجزة ولا كرامة. أقول لك تصبح على خير وكمل معنا بقية السهرة، أعطيك 30 ثانية إذا حبيت تمسي على الإخوان بالخير.
شكرا. ما دام اعطيتني 30 ثانية انا اقول جواب بالاخ العريفي ما يقاطعنيش، لماذا رد علي عليه السلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الذهاب الى الجيش؟ لانه يعرف سوابقه في خيبر واحد وحنين. يا استاذ عريفي انت تدري ان عمر عمره لا يروح قبل قبل الخليج، شايف؟ فخاف لا تكون الهزيمه كبيره فقال له ارجع. هذا هو السبب يا عريفي. وانا امام كل المشاهدين اقول لك شوف، اذا تقدر اسمع اذا تقدر تثبت ان عمر لم يفر في احد وحنين وخيبر ولم يجبن في الاحزاب في الخندق، فمعناه انا اكبر كذاب مو في الجزائر في العالم باسره. انت اول شيء لا تتكلم اخر نقطه، انا اعتذر من الجزائريين، انت لا تتكلم من الجزائر. ايها السادة المشاهدون، هذا الاخ لا يتكلم من الجزائر لحد الباقي، انه يتكلم من قم. انا معتذر للجزائريين، قلت كم مره وما اقدر كل مره اعتذر لهم، فلا تذكر ارجوك الجزائر المحبه لعمر. وقد قلت رايك الحقيقي في عمر في اخر جمله هذه ذكرتها، لان كنت من كل اللي انا اقول لك انت ليش تكره عمر وليش تكره عمر وانت تحاول انت تراوغ فيه وتراوغ يمين وشمال لحد ما ربنا فتح علينا في النهايه وسمعنا رايك فيه انه كذا وكذا في كل معركه في كل حرب. وعلى ما تتحدث عن فاتح العراقي وفارس والشام وفلسطين ومصر وبرق، والله إن كان الجبناء يفعلون هذا فما أندر الجبناء في التاريخ كله. صح. عبد الباقي تحياتي لك في قم، تصبح على خير. سادة المشاهدين، عندي عمر السعدون والعربي زيتوت آخر متصلين، وأنا أعطيك المسجر. يعني ذكرنا بالأمس في نهج البلاغة أيضا وهو مراجع الأخ عبد الباقي، قال علي ويقول عن عمر أنت حسن العربي وردؤها، هل يكذب علي؟ هل يكون جبان حسن العربي ده؟ هذا علي. فيا إخوة المشاهدون نصدق كلام عبد الباقي ومن قبله ولا علي؟ والله إن نصدق قول علي. يا أخي أنت والله يا جماعة أن الصحابة يحبون بعض ويجلون بعض، والله العظيم أنهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علي وكلهم والله مثل البناء، مثل الحصن الواحد، هنا علي وهنا أبو بكر، عثمان، علي، طلحة، الزبير، حصن واحد لبنات متعددة كالجبل. فلا يضرهم والله إن شاء الله كلام. عندي سؤال لك، من يحاول أن يفرق بينهم.